السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله سنقوم بواحد الفكرة مطبخية عبارة على طريقة تجميد السبانخ. لدي هنا كمية مهمة من السبانخ، قمت بغسل هذه السبانخ جيدا. يجب أن تكون مغمورة جيدا بالماء. نزيل الأوراق الصفراء وكل الشوائب، ونقوم بغسل السبانخ جيدا بالماء 3 مرات تقريبا حتى نتخلص من جميع الأتربة. نقوم بعد ذلك بتقطيع السبانخ، يعني أننا نقوم بالتخلص من هذه السيقان بهذه الطريقة. يعني أننا نتخلص فقط من السيقان ونحتفظ بالأوراق بهذا الشكل. سأقوم بهذه الطريقة حتى أنهي كامل الكمية التي بحوزتي، ونلتقي بإذن الله. قمت بالتخلص من السيقان واحتفظت بالأوراق فقط. تبقى طريقة التجميد حسب الرغبة، إما نحتفظ بالأوراق كما هي وإما نقوم بفرم هذه الأوراق. أنا سأقوم بفرم هذه الأوراق لقطع متوسطة الحجم بهذه الطريقة. إذا كما تلاحظون قمت بفرم السبانخ لقطع متوسطة الحجم. سأستمر وألتقي معكم بإذن الله. لدي هنا ماء مغلي، سأضع به مقدار ملعقة سكر خشن. السكر الخشن يساعد على إبقاء اللون الأخضر لجميع الورقيات أثناء السلق. إذا سنضع كمية من السبانخ بهذا الماء المغلي. بمجرد ما يغلي الماء من جديد سنزيل السبانخ، يعني سنتركها لدقيقة تقريبا لا أكثر. كما تلاحظون بدأ يغلي الماء من جديد. سأزيل السبانخ من فوق النار. سأقوم بتصفيتها. بسم الله. مباشرة بعد تصفيتها سأقوم بوضعها في ماء مثلج. بسم الله. السكر عند الغليان والماء المثلج بعد الغليان يساعد السبانخ على الاحتفاظ بلونها الجميل، اللون الأخضر الجميل. سنتركها لبعض الوقت حتى تبرد لدقيقة تقريبا، دقيقة أخرى تقريبا لتبرد جيدا. تلاحظون لدي هنا قطع ثلج. ثم أصفيها ونلتقي بإذن الله. إذن سأقوم بتصفيتها من الماء المثلج. سأضعها لتتقطر جيدا قبل أن أقسمها لحصص وأحتفظ بها في المجمد.
بالنسبة للسبانخ قمت بتقطيرها جيدا، وضعت بلاستيك غذائي كما تلاحظون، وقمت بتقسيم السبانخ إلى وحدات. سأغطيها ببلاستيك غذائي ثم أدخلها للمجمد حتى تجمد الوحدات جيدا، ثم نلتقي بإذن الله. بالنسبة للماء المستعمل، من الأفضل الاحتفاظ به، ممكن استعماله لتحضير الشوربات، كما يمكن استعماله لسقي النباتات. كتلاحظوا أنا كنحاول نجمع الوحدات كلهم في بلاستيك غذائي في كيس مخصص للتجميد، كنكتبوا عليه التاريخ. يستهلك عموما في إطار سنة، أي في حدود السنة. شخصيا كنفضل نستهلك الورقيات بصفة عامة في حدود 6 أشهر. كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم، إلى عجبتكم عملوا جيم الفيديو، بارطاجيو مع الأصدقاء، تابوناو في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنساوش تزوروني على الموقع السيت ويب jamila-magazine.net وعلى صفحة الفيسبوك للتواصل. أستودعكم الله، وإلى وصفة قادمة بإذن الله.